السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. كيف تزيد من السائل المنوي باتباع أساليب عادية وبسيطة في حياتك يومية. اليومية؟ بداية الصور اللي موجودة هنا جايبها جزئيا من موقع اسمه ويكي هاو، وبعدين الأساليب ديت يعني بعض الناس تقول لك طب افرض ما فادتش، حتى لو ما فادتش في زيادة السائل المنوي في زيادة حجمه فهي أكيد هتفيدك بصفة عامة وهتفيد صحتك بصفة عامة. قبل ما نخش في الموضوع نسأل مين هو اللي محتاج يزود كمية وحجم السائل المنوي وزيادة الحيوانات المنوية؟ فئتين من الناس، من الرجالة، واحد اللي هو عنده الحجم قليل وهذا مسبب له نوع من تأخير الإنجاب، التاني واحد عنده الكمية طبيعية لكن هو عايز مزاجه انه يزود هذه الكمية لانه سمع ان زيادة الكمية ديت بتزيد النشوة اللي بتتم عند القصر. طب هي الكمية الطبيعية كم؟ الكمية الطبيعية زي ما شايفين في الصورة كده ومتعلم عليها 2 ملي او اكتر، 2 ملي من السائل المنوي بينزل في القذفة الواحدة او اكتر. الموضوع هيكون 3 فيديوهات، هنبتدي بالفيديو الاولاني عن عادات وطريقة حياة ممكن تفيد، الثاني أكلات ممكن تفيد، الثالث مكملات غذائية. هنبتدي بالفيديو الأولاني عن عادات وطريقة حياة ممكن تفيد. أول شيء تشرب سوائل بكثرة، وأقصد سوائل الماء، فالمفروض تشرب ما بين 2 إلى 3، وهو ده الكمية اللي الواحد لازم يشربها كل يوم بصورة روتينية. الحاجة التانية تجنب ان انت تقعد فترات طويلة في الجو الساخن، زي مثلا اما بتقعد في الساونا او حمامات المياه الساخنة او السواقة ويكون المقعد حار. تالت حاجة تجنب ارتداء الملابس الداخلية الضيقة جدا لانها ممكن تزيد من درجة الحرارة، ونفس الشيء زي البند اللي احنا قلناه قبل كده. ابتدي بقى في هذا الكلام من اليوم، لان لسه غير هذا الكلام في لان ده برضه ممكن يزيد الحرارة حوالين الخطوتين وممكن يضغط عليهم. الخطوة التانية هتكون بالشيء الخامس هو انك انت تقلل من معدل ممارستك الجنسية، لان كل مرة وهي بتمارس فيها الجنس بتفقد جزء من الحيوان المنوي، فلما تريح ما بين الممارسة يعني والتانية يوم أو الأولاني تدي فرصة إن شاء الله أكبر لإنتاج عدد أكبر من الحيوانات المنوية ويزيد حجم السائل المنوي. لو أنت عايز تزود حجم السائل المنوي باستخدام مكملات وعايز تعرف المكملات اللي أنا برشحها، ممكن تضرب على الرابط تحت هذا الفيديو. إذا حبيت تتواصل معايا فالموضوع سهل جدا، تتواصل معايا على الخاص التشات بتاعي اللي موجود على الموقع بتاعي. الموضوع سهل جدا، مجرد ما تفتح الموقع على طول تلاقي الأيقونة اللي موجودة تحت في الأسفل على اليمين، تضغط عليها تفتح لك التشات وتقدر تبتدي التشات. الموضوع سهل جدا.